أنا مقتنعة أن الناس في الإنترنت يقولون أي شيء عشان attention. اليوم جيت أعطيكم ريفيو حقيقي عن فونديشن حق البيوت الجديد اللي هو إيزا بلاير فونديشن والبرايمر. هل هو حقيقي يستاهل الهايب اللي طالعين فيه؟ من حقيقي فلتر؟ فلتر نشيل كل الفلاتر؟ طيب وهذا الحين بدون فلتر، يا شوي كثير راح نحطه بهالجهة. أحساسي برايمر على البشرة بارد عيني. إحساسه على البشرة كذا خفيف، شوف الفرق هنا وهنا، حبيت، يجنن. الحين ما في ولا فلتر، هذا كله بدون فلتر. شوف شوف، خلينا نكمل الميك اب. هذا الفاينل لوك دون أي فلتر، شايفين الكفرج؟ كفرج يجنن، والإحساس بالبشرة مرة خفيف، والبرايمر سيليكون فري. ما حد يقدر يقنعني إن هالفونديشن ثقيل. الفونديشن اشتريته بنفسي، حد جاب لي إياه، ولا هو هدية ولا بي آر، صادق 100% وبدون فلاتر. ما تحسين ثقيل على الوجه أبدا، كأني حاطة سكين كير أو بي بي كريم. حقيقي يجنن، ما يحتاج فلتر بعد اليوم. هدي لما قالت إن حقيقي فلتر ما كانت تكذب. راح أكتبكم خذوه.